السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحريشات صغيرين ببيضة واحدة، اقتصاديين، والأهم أهم أنهم لذاذين وغزالين. نتمنى أنكم فعلا نجربوهم، كيستحقوا التجربة ديالكم، كيجيو غزالين تبارك الله. هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوها. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، خديت هنا زلافه غادي نضع فيها بيضه واحده، غادي نضيف قبيصه ديال الملح، غادي نضيف نص كاس من السكر سنيده ما يعادل 75 غرام، غادي نضيف هذه الخنيشه ديال السكر اللي كتكون بنكهه ديال زهره البرتقال، تقدروا تضيفوا الفانيا او القشور ديال الحامض اللي عندكم. بالنسبه للكميه دير انا غير كميه قليله، وتقدروا نتوما تضاعفوا الكميه. ما يحتاجوش انا نضربوا بالطراب الكهربائي. من بعد غادي نضيف ياغورت، درت انا هذا بنكهه الفاني، تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتوا. عندي نص كاس ديال الزيت ما يعادل 75 مليلتر، غادي نضيف واحد جوج معلقات ديال الكوك، بالنسبه للكوك الا كتبغيو غادي تضيفوه، ما كتبغيوش ما تضيفوهش، لكم اختيار فيه. وغادي نغربل ثلاثه الكيسان ديال السميد الرقيق، السميده تكون رقيقه، ثلاثه الكيسان ما يعادل 360 غرام، يعني كل كاس كيهز لنا 120 غرام ديال السميده، بكاس عبار بكاس ديال العنبه. وغادي نضيف جوج اكياس من خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، وتقدروا تضيفوا حتى هذوك اللي فيهم 14 غرام، اللي بحال بحال ماشي مشكل. صافي غادي نخلط. صافي، من بعد ما يعني خلط خليط مزيان، كيف ما كتشوفوا الخليط خصو يكون بحال هكا، يعني ما يجيناش جاري بزاف، خصو يبقى بحال هكا. ولا كانت السميده ديالكم ما كتشربش بزاف، اولا جاكم الخليط عفوا يعني جاري شويه، تقدروا تزيدوا شويه السميده. المهم انا العبار اللي عطيتكم راه هو هذا، هو قدامكم والخليط هو كيف ما كتشوفوا. وعاد دابا غادي نخليوه مازال يعني تشرب لينا شويه، خاصها كما قلت لكم ما خصهاش تكون جاريه. نغطيو ونخليوه مده ديال 5 دقائق وندوز معكم باش نشكلوها. هنا خديت واحد شويه ديال السميده، غادي نضع معاها واحد المعلقه ديال السكر البني، الا ما كانش عندكم تقدروا تكتفوا فقط بسكر ابيض، سكر سنيد العادي، يعني هو اللي غادي نفاد السميده مع السكر، هو اللي غادي نفندو فيه هذيك الحريشات ديالنا. صافي، هنا من بعد ما خليت السميده ديالي شربات كما كتشوفوا، صافي دابا غادي نبدا كنكور فيها. تقدروا ديروا القياس اللي بغيتو،
ديرهم كبار ديرهم صغار لكم الاختيار. صافي من بعد ما نكورها ندوزهم هذيك السميده اللي درنا معها سكر سنيده، يعني من الاحسن حتى تكوروهم كاملين عاد ديروا ليهم سكر سنيده وهاد السميده هاد، يعني عاد تفندوها فهاد السميده. صافي حاطه حدايا طبيصيل اللي غادي نضعهم فيه، اولا تحطوهم مباشره في الطاوه اللي غادي تدخلوها الفران. من ديرهم في الطاوه ضروري تبعدوهم شويه، راه دايرين فيهم جوج ديال الخمارات. من الاحسن تكبروهم شويه باش كيجي الشكل ديالهم زوين. صافي انا غادي نكورهم كاملين عاد ندوزهم في هاد السميده هادي اللي معها السكر. بالنسبه للطياب ديالهم، يعني راه سبق ليا وحضرت معكم نوع اخر من الحريشات، دائما الحريشات كنشعلوا عليهم بالنسبه للناس اللي غيطيبوهم في الفران ديال الغاز يشعلوا عليهم من الفوق، يعني غادي يدخلوا اللطه ديالهم لتحت، يعني كيشعل الفران من التحت ندخلوها لتحت، يعني نصبقوا لهم الطياب من الفوق هو الاول، عاد ديك الساعه نطلعوهم باش يكملوا الطياب ديالهم من التحت. وبالنسبه للناس اللي غيطيبوهم الفران ديال الضو، راه غادي يشعلوا الفران ديالهم يسخنوه يشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت يطيبوا يسبقوا، يعني يطلعوهم يقربوهم للفوق حتى يتشقوا لينا، وديك الساعه راه نكملوا لهم الطياب ديالهم من التحت. وهذه بقات لي هي الاخيره صغيره، درتها نيت باش تشوفوا الشكل ديال الصغيرين، يعني ملي نديرها نحاول انني نقرصها واحد شويه بيديا ماشي بصبيعاتي بالكف ديالي هكا. صافي دابا غادي نديرهم في الطاوله اللي غادي ندخلها الفران ونتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما يطيبوا. الحريشات ديالي من بعد ما خرجتهم في الفران كيف ما كتشوفوا كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، الشكل ديالهم كيجي غزال، انا حمرتهم مزيان حيت بغيتهم محمرين، لكم الاختيار بغيتو تحمروهم هكا كيجيو لذادين، خصوصا مع ديك النسمه ديال الزهر اللي درت كيجيو لذادين. نتمنى انكم تجربوهم. هذه هي الصغيره، هذا هو القياس ديالها كما كتشوفوا، يعني راه باين الفرق بين هاد الصغيره وبين الكبيره. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوه، ما تنساوش خليو لي التعليق ديالكم قولوا لي كي جاتكم الوصفه ديال اليوم، الى وصفه قادمه ان شاء الله.